إذا أجدد بكم الترحاب وأعطي الكلمة للزميل حمود السدحي المسؤول الإعلامي عن هذا السباق من أجل أن يطرح أرضية للنقاش، وسيكون التفاعل مع بعد كلمة الإخوان من خلال أسئلتكم، استفساراتكم، آرائكم، إرشاداتكم وحتى انتقاداتكم. مرحبا بها، تفضل حمود. تحياتي وتقديري لهذه المناسبة السعيدة لصديقنا وأستاذنا سيدي حسن أخ العرب. الشكر والتقدير موصول لصديق الأستاذ سيدي مستقم سليمان مدير التظاهرة، وأعتز بتواجد في هذه المنصة مع اسمين كبيرين حقيقة في تخصصهما، ولو أن للأسف ونتمنى هذه تكون مناسبة يتم تسليط الضوء عليهما محليا وإن كانوا هما من أبناء طنجة. سي حاتم الرواص واحد من القامات اللي كتعتمد عليها بلادنا ألعاب القوى، واحد من الناس اللي مكلفين باختيار العدائين وكيأطروا مراكز كبيرة. سي أنوار كذلك من خيرة الأطر في الجامعة، واللي كان مدير على واحد من أكبر المراكز، هو الآن كيتنقل كيشتغل على مع الفئات الصغرى خاصة مع وزارة التربية والتكوين، وهذا ما أحوجنا لهذه المشاتل لتكوين هذه المشاتل صراحة. وأعتز أن كنت نوعا ما مخضرما عشت مع هذه الأجيال تقريبا، وأنا في البدايات كنحيي كثيرا القديم ديالنا سيدي عبد السلام الشعباوي الصديق سي محمد السعيدي من القدماء الإعلاميين الرياضيين في المغرب، كذلك زميلي وعزيزي سي رشيد حذيفي، كذلك الشباب اللي مشعل كنشوف عبد الملك العاقل كيجي بين بين الجيل القديم والجيل الجديد، وهذا هو الجيل صراحة. أولا شكرا على الاهتمام ديالكم بهذا السباق هذا. السباق هذا في هذه الندوة ديالو هذه اللي كنطرحوا اللي كنأمل من خلالها تسليط الضوء على سباق الغابة الدبلوماسية اللي غادي يكون إن شاء الله يوم 8 يناير، اللي غادي تكون الانطلاقة ديالو الفعلية في الساعة 10 صباحا، الذي نطمح من إن شاء الله للوصول ديال اكبر عدد ممكن ديال المشاركين، اللي غادي يكونوا ذكورا واناثا، انطلاقه واحده، فقط هناك شرط واحد الا وهو يكون فوق 15 سنه، يعني من 15 سنه فما فوق. بالنسبه للسباق الغابه الدبلوماسيه لهذه السنه هذه ان شاء الله الجديد ديالو هو غيكونوا سباق يكونوا عدائين دوليين، غادي يكونوا عدائين كينيين اثيوبيين. من خلال التواجد ديال هاد العدائين الكينيين الاثيوبيين فكنطمحوا انهم نعطيو له واحد الصيغه واحد الشهره دوليه ويكون عنده واحد الصدى عالمي. اما بالنسبه للعدائين والعدائات اللي خارج الوطن فتواصلنا مع العدائين والعدائات، وكاين اعداء ان شاء الله غادي يشاركوا مع برا اللي هما اثيوبيين وكينيين. كاينة بالنسبة للبنات أهم اسم، أنا كنعطيها لي أهم اسم راه كاينة، ولكن أهم اسم كنعطي هي جيباي ميمرات، هي إثيوبية وعندها أحسن توقيت 31:45، 31:45 بالنسبة للنيفون ديال المغرب يعني كتصنف هي الأولى، يعني عاد كيجيو العدالات المغربية. بالنسبة للصنف الرجال كاينة كيب روب اللي هو كيني عنده 28 احسن كرونو 28.005، كاينه بيكيلي مانغيستو ماشي بيكيلي اللي سالا عنده سبع احسن توقيت، عنده 27:45 وهو توقيت جيد بالمقارنه للمستوى اللي عندنا والنيفو اللي عندنا هنا ونيفو ناسيونال. فهذا كيدل على ان حنا كلجنة منظمة في صدد العمل الجاد باش نجيبو أحسن ما كاين إن شاء الله بهاد الدورة هادي.
اللي هو سباق ترفيهي محض كيجمع جميع شرائح المجتمع الطنجاوي والغير اللي ساكن خارج طنجة. هذا السباق فهو تعريف بالمناطق اللي كتمتاز بها المدينة طنجة الجميلة، ومن ضمن هذه المناطق الغابة الدبلوماسية في حلتها الجديدة اللي أصبحت تضاهي الفضاءات العالمية. وبالتالي فبدأت بفكرة ما احنا عدائين سابقين، بدأت كفكرة تحولت دابا الواقع، والواقع كيف رض علينا أننا نزيد نستمر باش إن شاء الله نردوها تظاهرة عالمية إن شاء الله. سباق الغابة الدبلوماسية هذه السنة إن شاء الله بحول الله في نسخته الثانية، كما هو معلوم للجميع سوف يكون يوم 8 يناير إن شاء الله، الذي اختير له انطلاقة السباق الرسمية في الساعة 10 صباحا. نأمل أن يكون حضور مكثف، حضور جماهيري إن شاء الله، لأن الدورة الأولى كانت بالنسبة لنا دورة يعني كانت بجميع المقاييس هي دورة فجأتنا بعدد المشاركة. وهذه السنة هذه إن شاء الله إحنا بذلنا واحد المجهود كبير باش نستوعبوا أكبر عدد ممكن من المشاركين. بالنسبة للتظاهرة ديال السباق الغابة الدبلوماسية، هي ستين كومبيتيسيون اللي غتكون لوكال، غتشرك العناصر المحلية، وكذلك الجميل في هذه التظاهرة هو أن تستهدف جميع فئات المجتمع، من البيرسونيل ديال لي سوسيتي، ليجانجينيور، السفراء، شخصيات وازنة، وهو حافز لهاد الوليدات، هاد لي جون اللي عندنا في طنجة، باش يحتكوا بهاد لي زاتليت بالمستوى العالي، ويكون عندهم الشرف أنهم يكونوا في لا كومبيتيسيون معاهم، يدخلوا معاهم في ميم باركور، وتحفزهم على انهم يحسنوا لي بيرفورمانس ديالهم ان شاء الله، وتكون حتى لا فولغاريزاسيون ديال الاتليتيزم في طنجه. ونيت عندنا مدينه كبيره محتاجه مثل هاد التظاهرات ومتعطشه لهاد الانشطه بحال هكذا.